مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شؤون الساعة، عنوانها اليمن على صفيح ساخن، وذلك بعدما فرضت التطورات في اليمن نفسها على صدارة الأحداث خلال الأمس واليوم. ربما انتهت الجولة الأولى من الصراع الماراثوني بين مختلف الأجنحة السياسية بتوقيع اتفاق لإنهاء الأزمة السياسية الحادة التي دفعت اليمن إلى حافة الحرب الأهلية بين الرئاسة اليمنية والحوثيين الذين أصبحوا أحد أهم القوى السياسية على الإطلاق في المشهد اليمني الآن، بعد سيطرتهم الكاملة على أهم المفاصل الاستراتيجية: مقر الحكومة، التلفزيون، القيادة العامة للقوات المسلحة، وزارة الدفاع، المصرف المركزي، ومواقع أخرى سلمت للحوثيين من دون مواجهات، فيما يشبه الانهيار الشامل لأركان الدولة، وسط حديث عن اتهامات بتواطؤ يقترب من سيناريو غير بعيد جرى قبل سنوات في العراق. ما الذي ينبغي علينا فهمه من هذه التطورات المتلاحقة في المشهد اليمني؟ وما هي التداعيات الإقليمية لما يحدث في اليمن، أحد أبرز المفاصل الجيوسياسية في المنطقة؟ وكيف يمكن أن تتحرك دول مجلس التعاون الخليجي حيال ما يحدث في حديقتها الخلفية في إطار اهتمامها بالحفاظ على وحدة اليمن واستقراره؟ شؤون الساعة تناقش اليوم هذه المحاور الرئيسية، وتقدم تحليلا للقواعد الجديدة التي أصبح عليها المشهد اليمني. نرحب بضيوفنا في حلقة اليوم. في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عوض باقوير، وعبر الأقمار الاصطناعية من دبي خبير الشؤون العربية الدكتور عمر عبد العزيز، وينضم إلينا من القاهرة الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. مشاهدينا، فاصل قصير نبدأ بعد حوارنا في حلقة هذه الليلة من شؤون الساعة. إذا نجدد التحية والترحيب بضيوفنا الكرام، وأبدأ مباشرة من دبي مع الدكتور عمر عبد العزيز. دكتور عمر، قبل التوقيع أمس على الاتفاق شن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي هجوما لاذعا على الحوثيين، واصفا ما تقوم به جماعة أنصار الله بمحاولات انقلابية لإسقاط الدولة. هل الدولة في اليمن ما زالت قائمة في ضوء فرض الحوثيين شروطهم بعدما سيطروا على كل مفاصل الدولة؟ الدولة القائمة في اليمن هي دولة غير واضحة المعالم، عائمة إلى حد كبير جدا، وهنالك انهيار حقيقي لهذه الدولة، لكن هذا الانهيار ليس مقرونا بما حدث بالأمس القريب. هذا الانهيار بدأ منذ عقود من الزمن وسار بمتوالية متواصلة، وهذه المتوالية المتواصلة كانت عناوينها الرئيسية إخفاقات في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، عد انتشار أساليب ميكيافيلية في إدارة الحوار السياسي بين الأطراف المختلفة، الفرقاء الذين تشاركوا في الحكم من الشمال والجنوب بعد الوحدة في عام 1990 كانوا يتمترسون في مرابعهم الأساسية. حرب 94 كانت عنوانا لبداية البداية لما أسميه بالانهيار الشامل. تبعا لذلك ما حصل بالأمس القريب هو تتويج اعتيادي لهذا الانهيار التاريخي إنجاز التعبير، وهو بهذا المعنى بدأ انهيارا تلقائيا وحرا كتلك الانهيارات التي رأيناها على مدى التاريخ في كثير من الإمبراطوريات الكبرى كالإمبراطورية الرومانية والاتحاد السوفيتي السابق. تبعا لذلك نحن نتكلم اليوم عن دولة أبقت على ملامحها العامة وعلى بعض المرجعيات المتعلقة بالاتفاق الأخير، وهذه المرجعيات بحاجة إلى تفعيل أساسي من خلال تحديد مسمى رئيس الوزراء وتشكيل حكومة جديدة ومؤسسة الدولة مجددا، لكن الأمر في تقديري الشخصي ما زال سجالا على المستوى السياسي، وعلى الأطراف المختلفة أن تتعظ من عبرة التاريخ وأن تعيد النظر في كثير من الأمور المرتبطة بالماضي القريب والبعيد، وأن تكون مؤهلة للإبحار نحو المستقبل بأدوات مغايرة تماما لتلك الأدوات التي أثبتت أنها خائبة. أبقى معك دكتور، يعني حتى نفهم أكثر ما حدث خلال اليومين الماضيين، هل هناك تفسير لذلك سوى ما جاء على لسان الرئيس هادي؟ ما هي خبايا ما وقع خلال الساعات الماضية؟ ببساطة شديدة كان انهيار حر، بمعنى آخر كان سقوط حر، وهذا السقوط الحر ليس
صدفة في تقدير الشخصي، لأن هذه الصدفة تدخل في إطار الضرورة. بمعنى آخر أنه هنالك مقدمات أساسية، هذه المقدمات تظهر إلى حد كبير جدا في حالة في الحالة الإسفنجية المنخورة في جسد الدولة، وخاصة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة التي تفارقت إلى مجموعة من بارونات المال أو الأوليغاركيا العسكرية بمقابل مئات الآلاف من المجندين والشرطة والجنود الذين يعيشون في حالة من الرثاثة الحياتية. طبعا لذلك كانت الولاءات ليست ولاءات مؤسسية، ولم يكن هنالك احترام للمؤسسة، كما أن انتشار السلاح وبؤر السلاح ووجود مستودعات السلاح التي توزع هذه الأسلحة من خلال تجار سلاح معروفين اسما ورسما، وكثير من المفاسد العامة المنتشرة في البلد والتي لم يتم الوقوف أمامها بجدية كما ينبغي في الوقت المناسب، كل هذه شكلت مقدمات واسعة النطاق لقبول الناس بأي متغير، على أمل أن يكون هذا المتغير سببا في الخروج من هذا النفق المظلم. وبالتالي الأمر يتجاوز حدود الآراء السياسية والبرامج المختلفة التي يقدمها هذا الطرف أو ذاك، وحتى التنظيرات الفكرية المختلفة. الأمر يدخل في نطاق أن هنالك شعب بكامله ظل على أمل بالخروج من نفق التعب والضنا والإرهاق والفقر والحياة التي لا يستحقها بحال من الأحوال. بمعنى آخر أن هذه كلها شكلت هي المقدمات الحقيقية لإمكانية أن يكون هذا السقوط سقوطا طيب. بسيطا وتلقائيا، وقد رأينا مثل هذا الأمر في كثير من التجارب الإنسانية على مستوى صحيح. العالم. طيب استاذ عوض، بعدما فرضوا شروطهم رحيل الحكومة، المشاركة في قرار تعيين الوزراء، تأمين منفذ لهم في البحر، إلى أي مدى وضع هذا النجاح الحوثيين في مقاربة مع وضع حزب الله في لبنان؟ شكرا لكم. في البداية نستطيع أن نقول بأنه المشهد اليمني بشكل عام معقد جدا، يعني ليس فقط من الآن أو فيما يتعلق بصعود الحوثيين في الفترة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة. هذه ليست الحرب الأولى بين الحكومة أو الرئاسة اليمنية أو اليمن بشكل عام والحوثيين، لكن فيما يتعلق بما حدث خلال اليومين الماضيين شيء يعني حقيقة مريب، لأنه الاستيلاء على مواقع سيادية في العاصمة ووجود الجيش اليمني والفرق العسكرية وسقوط الإذاعة والتلفزيون، لا شك أنه يعني يتجاوز مسألة الحوثيين كمجموعة مسلحة وكمجموعة عقدية وفكرية. أنا أظن أنه المسألة هي أقليمية أكبر منها محلية، بمعنى أنه الحوثيين لديهم برامج محددة، لديهم دعم خارجي لا شك في ذلك، بالإضافة إلى أنه المجموعات المسلحة ذات الفكر العقدي أو الفكر الأيديولوجي بدأت تصعد بشكل كبير. إذا رأينا مثلا داعش في العراق والشام مثلا، وحزب الله قبل ذلك، صعيد كثير أيضا في نيجيريا مثلا، بوكو حرام، في كثير من القاعدة التي تزال تتحرك في كثير من المناطق الجغرافية. وبالتالي المسألة أعتقد أنه يعني فيها كثير حقيقة من التعقيد السياسي، بمعنى أن اليمن هي حالة أخرى من هذه الحالات. وبالتالي أعتقد أنه الحوثيين لديهم ربما طموحات أكبر من مسألة الثلاث نقاط أو مسألة الاتفاق الهش أستطيع أن أقول، لأن الشق الأمني الذي ينبغي أن يوقع عليه بالأمس رفضه الحوثيين. وبالتالي يعني أعتقد أنه قد نشهد يعني انتفاضة أخرى، وقد نشهد أيضا عراق أو صراع آخر في اليمن، وبالتالي اليمن قد يتجه الى حقيقه الى منزلق خطير، يعني اذا لم تم تدارك الوضع، خاصه من دول الجوار ودول مجلس التعاون التي سوف يكون عليها ضرر كبير فيما اذا لم يتم التدخل طيب. بشكل كبير في اليمن. سأتي الى هذه النقطه، ولكن هل اصبح لدينا شبيها سياسيا عسكريا لبنانيا في اليمن؟ هذا واقع، يعني اليمن الحوثيين اصبحوا قوه واضحه، لانه بصرف النظر عن مساله انه حصل هناك نوع من التواطؤ في الجيش او ما شابه ذلك، لكن وجودهم الان اصبح قوه. يعني انا اتصور انه الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي كان تحت ضغط شديد، وبالتالي اعتقد انه كان هناك بالفعل عقلانيه بانه عدم التوقيع حتى على هذا الاتفاق الهش ربما يدخل اليمن في اشكالات كبيره، وفي ربما صراعات وحرب اهليه قد لا احد يعرف الى ان تتجه شرارتها. وبالتالي
الرئيس أظن كان رجل حقيقة ذو حكمة، ولديه حقيقة منطق فيما يتعلق بتوقيع الاتفاق على الأقل في حده الأدنى لمنع أي مزيد من الدماء اليمنية ومن الشعب اليمني الذي في العلن كما أشار الدكتور عمر عانى لسنوات طويلة من أنظمة حقيقة لم تستطيع أن توظف الإمكانيات اليمنية أو ما يعني حقيقة ما يوجد في اليمن من إمكانيات، يعني صحيح أنها ليست كبيرة ولكن كان ممكن من خلال قيادات سياسية ذات يعني بعد نظر أو ذات يعني منطق أنها تجعل اليمن على الأقل في وضع مستقر وفي ذو إمكانيات وشعب يعني يتمتع باستقرار اقتصادي واجتماعي ممتاز. طيب نذهب إلى القاهرة مع الدكتور مختار غباش. الدكتور مختار، يعني أنت كيف تقرأ هذه التطورات المتلاحقة في المشهد اليمني بعدما استمعنا إلى حديث الدكتور عمر عبد العزيز وهو خبير عربي وكذلك متخصص في الشؤون الأفريقية واليمنية، ورأي هنا الأستاذ عوض باقوير؟ يعني تقدير الكامل لكل ما طرحه الدكتور عمر والأستاذ عوض ضيفك داخل الاستوديو، وأنا أتفق مع جزء كبير جدا مما طرحه ضيفينا على الهواء، لكن أنا لي وجهة نظر الحقيقة أن أراها أنه ما دار داخل اليمن خلينا أقول لك هو صراع بالوكالة بدرجة أو بأخرى، ولا تستطيع أن تفصل هذا الصراع عما يدور داخل العراق أو ما يدور داخل سوريا أو ما يدور داخل ليبيا أو ما يدور داخل لبنان حتى على وجه الخصوص. هذا جزء من الصراع الإقليمي الدائر في المنطقة، ولو أنت نظرت إلى اليمن على وجه الخصوص وموقعها الاستراتيجي الهام، تتحكم في البحر الأحمر أو في مفصل مهم جدا على البحر الأحمر والمحيط الهندي، ولا يمكن تصور مرور البترول العربي أو الخارج من الخليج العربي ذاهب إلى أوروبا وإلى أمريكا وإلى آسيا بدون نظرة إلى استقرار هذه الدولة الكبيرة. أنا وجهة نظري أيضا أنه اليمن بدرجة أو بأخرى حتى وإن كان يقود عبد الرب هادي منصور وهو محسوب على الحراك الجنوبي أو خارج من الحراك اليمن الجنوبي، لكن بدرجة أو بأخرى اليمن يقودها قوى إقليمية في المقام الأول وقوى دولية. على وجهة نظري الولايات المتحدة الأمريكية لاعب مهم جدا داخل الساحة اليمنية، المملكة العربية السعودية بما تمتلك من حدود 2000 كيلومتر لاعب مهم جدا داخل الساحة اليمنية، وحتى في ظل الوصول إلى مسألة الأقاليم الستة دخلت إيران كطرف مهم جدا في هذا الصراع الإقليمي المحتدم للأسف الشديد، والضحية فيه عربية في المقام الأول، وأصبحت إيران لاعب مهم جدا بما تمتلكه من آليات اتفاق أو توافق أو تفاهم أو مدد مع الحوثيين على وجه الخصوص. ولو أنت نظرت إلى الساعات الأخيرة من سيطرة الحوثيين على الساحة داخل اليمن، أنا لا أريد أن أتطرق إلى تاريخ الصراع الحوثي مع اليمن في صراحة مع الحكومة اليمنية من 2004 حتى هذا التاريخ، ولكن هاخد معاك اللحظات الأخيرة فقط، وهي اللحظات ولو أنت قرأت الاجتماع الأشهر قبل فرار على اللواء علي حسن الأحمر وقيل أنه فر إلى المملكة العربية السعودية أو إلى السفارة السعودية، خصوصا عندما ذهب ببعض جنوده إلى منزل عبد ربه هادي منصور يستجديه بتوفير غطاء جوي يمنع من سقوط الفرقة الأولى مدرعة داخل صنعاء على وجه الخصوص، وامتنع عبد ربه هادي منصور عن توفير هذا الغطاء الجوي، يعني آخذا في الاعتبار بأن من الممكن أن يؤثر على المدنيين المحيطين في هذه المنطقة. وجهة نظري أن يعني إلى حد كبير جدا هو صراع إقليمي بالوكالة إن صح التعبير، سيطرة فيه الحوثيين في النهاية على مقاليد إدارة الدولة بدرجة أو بأخرى نتفق أو نختلف معه. طيب دكتور عمر عبد العزيز، إذن من الذي يقف وراء هذا الصعود القوي للاعب الأقوى الآن في اليمن، خاصة وأن الحوثيين رفضوا التوقيع على الملحق الأمني في الاتفاق؟ ما هي الأهداف البعيدة التي يرمون إليها من وراء ذلك كورقة ضغط ربما في صناعة القرار في الهيمنة عليه؟ أولا لابد أن نقرأ المشهد على نحو مغاير للعناوين المنتشرة في وسائل الإعلام المختلفة. جميل. من خلال ما يسمى بثنائية المؤسسة الرئاسية والحوثيين، أنا أعتقد أن اللاعبين السابقين في المعادلة السياسية اليمنية واللاعبين الميدانيين في هذه المعادلة كلهم موجودين في هذا الصراع، وإن كان العنوان قد اختلف وتغير.
الصراع بين الإصلاح والحوثيين هو ضمنا أيضا صراع بين مؤتمرين ومؤتمرين، وربما أحزاب اللقاء المشترك وبعض المؤتمرين الذين هم ليسوا على وعاء مع أحزاب اللقاء المشترك. وتبعا لذلك نحن نتكلم هنا عن صراع متعدد الأبعاد وعن فرقاء كثيرين في هذا الصراع، وأن كل اللاعبين السابقين ما زالوا موجودين في هذا الصراع. الأمر الجديد والمستجد والهام أن الحوثية السياسية تحولت إلى رأس حربة حقيقية في هذه المعادلة، وتتمتع بنوع من المبادئ، القدرة على المبادئ أو الفتوة إنجاز التعبير. وهذه المبادئ أو الفتوة وجدت لها طريقا سالكا من خلال الدولة المنخورة، من خلال الدولة التي قد بدأت تنهار منذ عقود من الزمن بمتوالية متصاعدة، حتى أننا نستطيع أن نتكلم عن هذه اللحظة باعتبارها تتويجا لهذا الانهيار الحر أو لهذا السقوط الحر. ومن هنا لابد أن نفهم من الناحية السيكولوجية والاجتماعية والشعبية حتى كيف أن الناس يقبلون بهذا المتغير على قاعدة التمسك بأمل جديد. بمعنى آخر، أن على الحوثيين الآن أن يسلكوا الدرب السياسي، لأن هنالك فرق جوهري بين الفعل المبادئ الميداني العسكري أيا كان عنوانه وأيا كانت مقدراته، وبين الانخراط في العمل السياسي، مما يقتضي تماما التعامل مع طيوف الألوان المختلفة والتعامل مع المصالح المختلفة وإدراك الأبعاد الإقليمية والدولية المختلفة وفق الخصوصية اليمنية. بمعنى آخر، أن على الحوثيين أن يستشعروا أنهم شركاء في معادلة وطنية كبيرة، وأن هذه المعادلة الوطنية الكبيرة تقتضي برامج واضحة المعالم وتقتضي نفس مغاير تماما للنفس الذي كان أثناء المعركة. في المعركة يجوز كل شيء، ويجوز لكل طرف أن يرتكب من الحماقات ومن الأخطاء ما يعن له، ولكن أثناء الذهاب إلى العملية السياسية لابد أن المسألة تأخذ بتدابير من نوع مختلف. وهذا محك اختبار كبير ليس للحوثيين فقط، ولكن للمتوافقين الجدد. بمعنى آخر، نحن اليوم نتحدث عن توافق من نوع جديد. إذا كان توافق مع بعد العاصفة الربيعية العربية في اليمن كان حميدا في أفق ما وبمبادرة إيجابية وطيبة من دول مجلس التعاون الخليجي وباحتضان دولي فريد المثال وعربي فريد المثال، فإن هذا التوافق الجديد أيضا ينال نفس الحظوة إلى حد كبير. بمعنى آخر، أن الآن الترتيبات التي تمت وفق هذه المبادرة واضحة المعالم لجهة البعد السيادي للدولة متمثلا في الرئيس عبد الرب منصور هادي، الذي له أن يحدد أسماء الوزراء الأساسيين في المؤسسات السيادية، وأيضا التشارك الأفقي الكامل لكل الأحزاب التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني في التشكيل الحكومي الجديد، وأيضا أن يكون هناك مسافة إجرائية فيما يتعلق باختيار الأسماء. هذه المسافة تقتضي أن يكون هؤلاء الأسماء من الذين يشهد لهم دكتور عمر وبالاستقامة وبنظافة الجيب. بمعنى آخر، طيب دكتور عمر، هنا دكتور، عفوا على المقاطعة، لكن دكتور، ماذا لو رفض الحوثيون الأسماء التي يقترحها الرئيس اليمني؟ الاتفاق ينص على أن للرئيس اليمني أن يحدد 4 وزارات سيادية بأسمائها، أسماء الوزراء السيادين، هكذا فهمت أنا من المبادرة، وأن يكون هناك تشكيل حكومي يكون فيه تمثيل لكل الأحزاب المتشاركة في مؤتمر الحوار الوطني بما فيهم الحوثيين وحتى الحراك الجنوبي كمكون اجتماعي وسياسي. وتبعا لذلك ستكون الدائرة أوسع وسيكون هنالك مشاركة أوسع. السؤال الكبير الآن هو أن يرتقي الناس إلى مستوى المسؤولية فيما يتعلق بالمشاركة وفيما يتعلق بالقدرة على إدارة الوطن، على قاعدة أن تكون كل هذه الروافد مجتمعة تمثل التيار العام الذي يمثل الرأي الجمعي والحكم الجمعي. ومما لا جدال فيه أن الإصلاحات ضرورية، ومما لا جدال فيه أنه لابد من التخلي التام والإجرائي عن كل نواميس الدولة السابقة. أقصد هذه الدولة الممتدة منذ الستينات وإلى يومنا هذا، وهي دولة نخرتها منخورة بالفساد. فكرتك واضحة دكتور عمر، نعم وصلت الفكرة. طيب دكتور مختار غباشي، يعني قد أشرت إلى روابط ما يحدث في اليمن بمنظور إقليمي وربما دولي، لأي مدى إذن يمكن الربط بين ما يحدث في اليمن الآن بخريطة التطورات التصدعات في بؤر محددة في العالم العربي؟ مزيد من التفصيل في ذلك. سؤال مهم جدا. يعني أنت قدرك أنك أنت عايش في منطقة كل قضاياها تتحكم فيها قوة دولية وقوة إقليمية وليس بيد العرب حلها.
اديني قضية واحدة في العالم العربي استطاع بيد العرب أن يمسكوا فيها وأن يحلوها وأن يدعوا لها حلول وأن يشاركوا في هذا الحل بدرجة أو بأخرى. منذ نشأة جامعة الدول العربية في 1945 حتى هذا التاريخ، على مدار كل هذه السنوات لم تستطع أن تحل معضلة واحدة من المعضلات في العالم العربي إلا في حالتين. الحالة الأولى سنة 63، ما كان صراع بسيط بين الجزائر والمغرب على منطقة في الصحراء، ما زال هذا الصراع متأجج حتى هذا التاريخ. والجزء الثاني سنة 76 عندما سمحت للقوات السورية بالدخول إلى لبنان لإخماد ما يسمى بالحرب الأهلية أو الحرب الأهلية اللي كان موجودة في لبنان. ما عدا ذلك لا يوجد أي آليات حل أي معضلة داخل العالم العربي. ولو انت نظرت الى كل القضايا الموجودة داخل العالم العربي، من ضمنها القضية حتى اليمنية، ومن ضمنها القضية العراقية او السورية او الليبية او الفلسطينية على وجه الخصوص، هتلاقي كل الاطراف تستدعي العالم الخارجي. الكل يمد يد الطرف الولايات المتحدة الامريكية ان تأتينا. ولو سمعت تصريحات مثلا حيدر العبادي في العراق، أو تصريحات كل القادة السياسيين منهم هوشار زيباري مثلا اللي كان وزير خارجية والآن هو أحد مساعدي رئيس الوزراء، كان الرجل يتحدث صراحة: نحن استجدينا الولايات المتحدة الأمريكية أن تأتينا لمحاربة داعش. وعندما تتحدث عن داعش تتحدث عن أفراد بلا وطن وبلا هوية وبلا آليات وبلا أرض تستطيع أن تحاربها فيه. لو انت نظرت الى الساحة داخل ليبيا هتلاقي برضو عبارة عن جماعات مسلحة الى حد كبير جدا تسيطر على الارض وحكومة لا تستطيع ان تتحكم فيها. لو انت نظرت الى الصراع داخل اليمن وهو الموطن المهم جدا في حديثنا في هذا اللقاء، هتلاقي ايضا هناك لاعبين اقليميين موجودين داخل الصراع داخل اليمن. لا تستطيع انك انت تتحدث عن الحوثيين وهذا الانهيار الذي تم لمؤسسات الدولة بدون مغزى عن علاقتهم الاقليمية او علاقتهم الدولية في هذا النطاق. اقرأ الاستقالة التي تقدم بها رئيس الوزراء وكيف انه كان محايدا بدرجة كبيرة ولا يستطيع أن يطلع على مؤسسات الدولة أو علاقاتها بالعالم الخارجي. رئيس الوزراء اليمني وهو يقدم استقالته، كيف لعلي محسن الأحمر وهو الرجل الأقوى داخل الساحة اليمنية من ناحية الجيش وما يمتلكه من عادات وما يمتلكه من قبيلة هي قبيلة مؤثرة داخل الساحة اليمنية، أن ينهار في لحظات وأن يفر خارجا إلى خارج البلاد؟ يعني دي كلها أسئلة وتطرق علامات استفهام في غاية الخطورة. هل اليمن الآن أصبح جزء من الصراع الإقليمي ودخل في دوامة هذا الصراع؟ طيب. أم أن الأمر داخليا فقط وتتحكم فيه قوى إقليمية فقط؟ طيب استاذ عوض، يعني من حيث ما انتهى الدكتور مختار غفاشي، ما هي التداعيات الإقليمية لما يحدث في اليمن التي تمثل أحد أبرز المفاصل الجيوسياسية في المنطقة؟ صحيح، اليمن دولة مهمة جدا في الجزيرة العربية وتعتبر أيضا ذات خصوصية إقليمية أيضا فيما يتعلق بالنسيج الاجتماعي والقبلي، وهي والصراعات في اليمن ليست جديدة في تصوري منذ سنوات طويلة، لكن ربما تكون التطورات العربية نفسها وصعود هذه المجموعات المسلحة في عدة دول عربية ربما يعطي الوضع اليمني يعني أبعد جغرافيا على الصعيد الإقليمي. أعتقد أنه اليمنيين يستطيعون أن يجدوا حلول على الأقل نسبية فيما يتعلق بإيجاد توافقات بين المجموعات السياسية أو القوى السياسية المختلفة في اليمن بما فيهم الحوثيين، يمكن يعني الجلوس معهم في إطار حوار. أعتقد الوضع اليمني لا يمكن حله بالقوى العسكرية، لا من جانب الحكومة ولا من جانب الحوثيين أو حتى في الحراك الجنوبي الذي هو يتطلع أيضا إلى يعني امور تتعلق بالانفصال. يعني نحن لابد ان نكون واضحين في هذا الامر. هناك حقيقه الوضع ليس للحوثيين فقط، هناك حقيقه الوضع يعني كما اشرت في البدايه معقد. واظن انه على اليمنيين الان في هذه في ساعه الحقيقه هذه ان يجلسوا الى طاوله الحوار وان ينفذوا الحوار الوطني الذي اتفقوا عليه قبل فتره، هو الحوار والنظام الفيدرالي. اعتقد ان النظام الفيدرالي هو افضل يعني حل اليمن فيما يتعلق بإطال الأقاليم اليمنية، وكل أقليم له خصوصية معينة وله وضع قبلي معين. أعتقد أنه ربما يكون هذا النظام السياسي الجديد ربما يعني يخرج اليمن من تعقيداته الضيقة ومصالحه المتشعبة من بين قبيلة وأخرى أو بين فصيل وآخر أو بين حتى على صعيد الأمن الإقليمي. أعتقد أنه دول مجلس التعاون أعتقد تنظر بقلق إلى ما يحدث في اليمن،
لكن اعتقد المسؤوليه الاساسيه على اليمنيين انفسهم يعني. لا اعتقد انه كل شيء احنا نرميه على الغرب او على العالم بانه الكل يتدخل والكل يعني يصنع الاشكالات. صحيح هناك مصالح اقليميه ودوليه، لكن اعتقد انه على اصحاب البيت انفسهم انهم يشوفوا حلول، يعني يشوفوا حلول يعني واقعيه. الحوثيين اصبحوا يعني جزء من النسيج اليمني، عده ملايين من الناس موجودين في هذا البلد، قد يكون لهم مطامح معينه، ولكن لابد من الجلوس معهم والجلوس في اطار حوار معين ل يعني خروج اليمن من هذا المزق. لانه اذا لم الشق الامني الاخ يوسف، لانه الشق اليمني يتعلق بالسلاح، وكما نعلم انه اليمن دوله السلاح فيها موجود في كل مكان، يعني مع الافراد مع القبائل مع. ولذا سالتك عن التداعيات الاقليميه لما يحدث في اليمن. التداعيات الاقليميه اذا لم يكن هناك يعني حل واضح وناجع لكل ما يتعلق، يعني نحن الان نتحدث عن حكومه قادمه يعني في اليمن، ونتحدث عن اتفاق سياسي موجود الان، لكن الحاله اليمنيه من الصعب التنبؤ بما سوف تسفر عنه. يعني نحن نتحدث عن الحوثيين ربما يكون لهم ايضا مصالح خارجيه، يعني هذا ممكن. ربما نتحدث عن قوى اقليميه ايضا لا تريد اليمن ان يستقر، هذا شيء ايضا ممكن يعني. لكن المسؤوليه الحقيقيه والاساسيه على اليمنيين انفسهم. طيب لا بد ان يعني يكونوا يعني واضحين وواقعيين، ويعرفوا انه بلدهم في النهايه اذا انهارت او اذا حصلت حرب اهليه هم الخاسرون الاكبر في هذه العمليه. طيب دكتور عمر عبد العزيز، ما الذي ينبغي علينا فهمه من التطورات المتلاحقه في المشهد اليمني؟ يعني في جزئيه، هل ثم تفاهم اقليمي دولي للتخلص من تركه التحالف المناوئ للحوثيين، تقليم اظافره العسكريه الذي يقع في ذروته التجمع اليمني للاصلاح والحمى او الاحمر، ابتداء من منطقه دماج حيث يوجد اهم معقل للسلفيين، مرورا بمنطقه حاشد القبليه، انتهاء بمدينه عمران؟ العنوان الواضح للدين السياسي في اليمن تمثل في صراع الحوثيين مع السلفيين، وضمنا في صراع الحوثيين مع حزب الإصلاح الذي جزء أساسي منه هو مكون إخواني إسلامي سياسي إنجاز التعبير. لكن هذا الصراع يحمل في تضاعيفه أيضا أبعاد أخرى. أنا أعتقد أن هنالك انقسامات كثيرة وهنالك آراء مختلفة ومتعددة، حتى أننا لا نستطيع أن نتحدث عن لقاء مشترك واحد بوصفه مجموعة من الأحزاب المتحالفة على أسس برنامجية واضحة المعالم، ولا نستطيع أن نتكلم عن المؤتمر الشعبي بوصفه سبيكة مغلقة، بل أنه عبارة عن حالة من التشظي لأنه كان حزب سلطة. ولا نستطيع بالمقابل أيضا أن نتكلم افتراضيا عن الحوثيين كما لو أنهم سبيكة مغلقة مستغلقة. بمعنى آخر هنالك اجتهادات وآراء مختلفة هنا وهناك، وتقاطعات إيجابية وسلبية هنا وهناك. هذا ليس تعويما للحقيقة ولكنها الحقيقة السافة، وتبعا لذلك لا بد لمختلف الأطراف في الساحة اليمنية أن تستوعب تراكمات الماضي القريب، سواء من حيث الإخفاقات أو من حيث إعطاء أمل في إمكانية الذهاب إلى المستقبل بطريقة منطقية. وأنا هنا أضم صوتي إلى صوت الأخ العزيز المتحدث من الاستوديو فيما يتعلق بالنظام الاتحادي، باعتبار أن هذا النظام الاتحادي أولا يحل مشكلة الإنتاج والفقر وإعادة الإنتاج من خلال التنمية الأفقية وتعظيم الأفضليات النسبية في الأقاليم اليمنية المختلفة، كما أن النظام الاتحادي يتسق مع الدولة العصرية الحديثة القابلة بالشراكة الحقيقية والفعلية والواقعية، ويجعل الناس ينخرطون في معادلة جديدة في ثقافة من نوع جديد. أنا أعتقد أن هذه المسألة لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار باعتبارها منجزا، وتبعا لذلك تصبح التعددية السياسية ليست عنوانا حقيقيا وحيدا للمستقبل، ولكن هذه التعددية لا معنى لها إن لم تكن مقرونة بوجود اجتماعي يزدهر ويتطور. ذلك أن هذه التعددية في الآراء والأفكار، وهي أنساق طبيعية في معادلة الفعل اليمني والعربي والدولي، ستكون إيجابية وبناءة وحميدة عندما يكون هناك تنمية حقيقية في المجتمع. ومن هنا أنطلق من هذه الحقيقة، وهي أنه من الضرورة بمكان للأطراف السياسية المختلفة الآن أن تقف عند صفحة جديدة وأن تفتح صفحة جديدة، وأن تحاول إغلاق سياسات الاستقطاب والبراغماتية السياسية الميكيافيلية والمنطق العصبوي الضيق. لابد من الخروج من هذه الشنقة إلى فضاء جديد، خاصة وأن تراكمات الماضي القريب والبعيد تؤدي بالنتيجة إلى مثل هذا التحول الطبيعي. ومن هنا
أستطيع أن أنظر إلى المستقبل بتفاؤل من زاوية أن المخاض وصل إلى نقطة لا عودة في تقديري الشخصي. ومن هنا أقول وأوجه النداء لكل الأطراف بما فيهم الحوثيين بأنهم شركاء في وطن واحد، وأن هذا الوطن لا يستحق من النخب السياسية المختلفة ومن أصحاب الرؤى المختلفة أن يذهبوا به في ذات المتاهة التي كانت سببا فيما آلت إليه الأحوال في اليمن. طيب دكتور مختار غباشي، يعني في إطار ذلك ما ينبغي أن نفهمه، يراهن الحوثيون في تحركاتهم على الساحة اليمنية على مشاركتهم في الحوار الوطني لتحقيق مكاسب غطاء سياسي، لكنهم يلجؤون في نفس الوقت إلى استخدام القوة العسكرية الحشود الشعبية لفرض خيارات أخرى لم تمكنهم المشاركة السياسية من تحقيقها. كيف اليوم نقرأ خريطة التوازنات والأوزان السياسية العسكرية للقوى المختلفة في المشهد اليمني الآن؟ لا بالتأكيد التوازنات العسكرية في المشهد اليمن الآن اختلفت تماما وبالكلية إذا صح التعبير. الحوثيين من وجهة نظري بعد يعني الصراع السابع أو المعركة السابعة، وهي معركة هادئة، انعدت عدد الصراعات ما بينها وما بين الحكومة اليمنية بداية من 2004 ثم 2005 إلى 2010 ثم 2014، هتلاقي إلى حد كبير أصبحت له مدى طولة، خصوصا أنه في هذا الصراع استطاع أن ينهو حالة المواجهة أو حالة العداء المحتدم ما بينهم وبين علي حسن الأحمر وقبيلة حاشد على وجه الخصوص بفرار علي حسن الأحمر وتخلي الدولة عنه يعني في ظروف معينة. فواقع الأمر أن الحوثيين أصبح لهم كلمة ما في شك في ذلك، وأنا أتصور أنه هيكون هناك استدعاء لكامل مخرجات الحوار الوطني، والحوار الجنوبي أو الجزء الجنوبي هيكون جزء منه بالتأكيد، ومسألة تعديل الدستور ومسألة يعني إقرار شكل سياسي معين هيكون للحوثيين شكل ما فيه. وجزء من الاتفاق الأخير هو تعيين مستشارين لرئيس الجمهورية. هؤلاء المستشارين هم جزء منهم من الحراك الجنوبي وجزء من الحوثيين، وشرط تعيين هؤلاء المستشارين أنه التعديلات الوزارية أو التشكيلات الوزارية أو القادمة إلى سدة الحكم سوف تمر على هؤلاء المستشارين. فإلى حد كبير أصبح هناك ما يسمى بالأمر الواقع الآن داخل اليمن. صحيح يعني أهمية الحفاظ على اليمن ككتلة واحدة من الأهمية في ظل اتحاد، في ظل فيدرالية، في ظل كونفدرالية، نسميها ما نسميها، لكن خلينا نتفق أن جزء من حراك الحوثيين وزحفهم إلى صنعاء على وجه الخصوص هو اختلافهم الجذري في مسألة الأقاليم الستة، خصوصا إقليمي سبأ وحضرموت اللي ينظروا إليه بنوع من الغيرة إلى حد ما، ويروهم أن هناك مصالح إقليمية لعبت دور كبير جدا فيهم، وأن إقليمي تهامة وأزال على وجه الخصوص هم وضعوا فيه وحرموا من منفذ على البحر الأحمر، ودي مسألة لا يمكن القبول بها بالنسبة للحوثيين. هل المسألة هيتم الآن تعديل مخرجات الحوار الوطني بما فيها الأقاليم الستة والتعديلات الإدارية الموجودة فيها؟ هل هنلجأ إلى التعديل الدستوري، خصوصا أن اليمن الجنوبي يعاني يعني من مظالم كبيرة جدا على مدار سنوات، حرموا من مناصب قيادية وحرموا من تعيين في مناصب عليا أو غيره. أنا أتصور أن المشهد كبير وأنه يحتاج إلى آليات فيها نوع من التفاهم في الداخل وإلى توافق إقليمي على حل هذه المشكلة. أبقى معك دكتور مختار. ربما نجح الحوثيون كما قلت في جني الثمار من جهة القبول بمخرجات الحوار الوطني، يحصلوا على شرعية سياسية لمكاسبهم، لكن من جهة أخرى فإن تحركاتهم العسكرية يهدد العملية السياسية، ومنها ربما يدفع خصومهم الداخليين الخارجيين للاتحاد في مواجهتهم. إذن ما هو السيناريو القادم لتطورات هذا الملف؟ يعني السيناريو القادم من وجهة نظري انه الى حد كبير جدا انه هناك قوة اقليمية لن تسمح بوصول التوتر ما بين الفرقاء داخل اليمن الى مسألة حرب اهلية او الى صراع مسلح. الحوثيين فرضوا نفسهم بدرجة او باخرى بشكل مسلح، لكن من ضمن ما تم الاتفاق عليه ورعاه جمال بن عمر المبعوث الاممي انه هيتم يعني نزع او فك الحصارات المسلحة أو الآليات المسلحة اللي زحف بها الحوثيين إلى صنعاء، والمسألة بالتأكيد هتترك مرارة معينة عند أطراف موجودة في الداخل، لكن أنت ما عندكش بديل. يعني البديل بالنسبة لك
هو الدخول في صراع لا طائل من ورائه ولا نهاية له، لكن انت عليك انك انت تقبل بالامر الواقع، وعليك انك انت تتحايل عليه بدرجة او باخرى، وتصل الى ما يسمى بمرحلة التوافق الوطني، وهو كيفية الحفاظ على الدولة اليمنية موحدة ما بين جنوبها وشمالها، حتى وان ادى الامر الى بعض التعديلات الادارية الموجودة في شكل الاقاليم الستة اللي انبثق عنها مخرجات الحوار او اللجنة اللي شكلها عبد الرب وهادي منصور. ما عندكش بديل سوى ذلك، وانا اتصور انه اقليميا ودوليا لن يسمح بشكل أو بآخر بالوصول بالساحة اليمنية إلى صراع مسلح طيب. خطير يؤثر على دول الجوار ويؤثر على الواقع الإقليمي والدولي. طيب أستاذ عوض، بالنسبة لدول الجوار وبعد هذه التطورات، ما هي المسافة التي يقف عندها مجلس التعاون الخليجي؟ كما نعلم أنه مجلس التعاون قام بمبادرة خليجية، واستطاعت هذه المبادرة في الواقع أنها يعني تتوصل إلى كثير من المنطلقات السياسية، ووضعت اليمن على يعني فيما يتعلق ببرنامج اقتصادي متكامل، ويعني كانت الأمور إلى حد ما تسير في الاتجاه الصحيح من خلال هذا البرنامج الاقتصادي، لأنه اليمن أعتقد يعاني اقتصاديا بشكل كبير، وكما نعلم أنه هناك تهميش كبير لكثير من الأقاليم، وهناك الشعب اليمني يعاني من كثير من القضايا البطالة ومن قضايا اجتماعية وصحية كثير حقيقة، وهذا طبعا تنعكس على الوضع الشعبي بشكل عام. أحيانا تنفجر الأمور لأن الوضع الشعبي ليس جيدا، يعني ربما تتجاوز أحيانا هذه الضغوطات الشعبية حتى الصراعات السياسية بين القوى السياسية المختلفة. وبالتالي الآن الوضع في اليمن أعتقد يحتاج إلى قوة دفعة جديدة من دول مجلس التعاون. نعرف اليمن يعني هو مكون أساسي كما أشرت الأخ يوسف من هذه المنظومة في المنطقة في الجزيرة العربية، ويبدو لي أنه على دول مجلس التعاون أن تتحرك يعني فيما يتعلق بإيجاد آليات جديدة فيما يتعلق بالدعم الاقتصادي، وأيضا فيما يتعلق بحث الإخوة في اليمن في بكل أطياف الطيف السياسي اليمني أن يتوصلوا إلى حلول حقيقية، لأنه مثل هذه النزاعات أو هذا الانفلات العسكري والأمني يضر باليمن كثيرا. اليمن ليس بحاجة إلى مزيد من هذه الصراعات وهذا الفلتان. الحوثيين وغيرهم من القوى السياسية هم مكون أساسي في المجتمع، لا تستطيع أن يعني تنتزعهم من هذا النسيج الاجتماعي. وبالتالي الحكمة اليمنية ينبغي أن تكون حاضرة في هذا المجال، وانه على اليمنيين ان يتحدوا مع بعض وان يتحاوروا بصرف النظر عن يعني الاختلافات الفكريه والايديولوجيه. هذا تاريخ قديم في اليمن موجود يعني، وبالتالي اعتقد انه دول مجلس التعاون لابد ان تكون حاضره، لانه الخطوره فيما يتعلق باليمن انه هذا يعني بلد سكان كبير وذو يعني ايضا جغرافيا متداخله مع دول المجلس، وبالتالي لابد من ايجاد يعني حقيقه خطوات. انا اعتقد انه على دول المجلس انها تتحرك انه صحيح انه الان هناك يعني اتفاق سياسي، لا اعرف هل سينجح ام لا، لكن يحتاج انه يكون هناك تعاد امين عام مجلس التعاون او المنظومه الخليجيه تتحرك باتجاه اليمن للوصول حقيقه الى منظومه من نوع ما للحفاظ على وحده اليمن وعلى مصالح اليمن، لانه استقرار اليمن يعد من الامور الاستراتيجيه التي لابد من النظر اليها بعين الاعتبار. يعني لا يمكن ان يعني يترك اليمن حتى ولو كان هناك صراعات داخل، يترك اليمن حتى يصل إلى مرحلة خطيرة من التفكك ومن الانهيار، وبالتالي سوف كما أشرت أنه دول مجلس التعاون ستكون أكبر الخاسرين فيما يتعلق طيب. بهذا المسار جميل. وبالتالي لابد من التدخل، واليمن في النهاية يبقى هو يعني مكون أساسي، ومصالحه تهم دول المجلس وتهم المنطقة كلها بشكل عام. طيب الأهم هو وحدة اليمن واستقراره. يعني ربما نطرح يعني السيناريو الأسوأ معك دكتور عمر عبد العزيز، والمرحلة الأخطر في الصراع، هل اليمن على أبواب التقسيم في ضوء القوة العسكرية الهائلة الآن للحوثيين؟ جيش منظم قوامه أكثر من 10,000 مقاتل، يمتلك عشرات الدبابات، الأسلحة الثقيلة نوعية متطورة، مضادات الطائرات، تحركوا لضم منطقة الجوف لأنها تضم بحسب التقديرات مخزونا جيدا من الطاقة، تحركوا نحو حجة للحصول على منفذ بحري في ميناء ميدي، يعني موارد ومنافذ، بالتالي أصبحت الدولة جاهزة للإعلان. ما مصداقية ذلك على الأرض برأيك؟ خطر التقسيم
يمكن أن يكون خطر ويمكن أن لا يكون خطر، بمعنى أن عندما أتحدث عن التقسيم أنا أتحدث عن التقسيم بحكم الأمر الواقع، وهذا التقسيم بحكم الأمر الواقع يعني تماما أن الميليشيات المسلحة هنا وهناك تتمكن من أن تكون مقدمة لنشوء أمراء حرب اعتياديين في كل المناطق اليمن، وقادرين على أن ينفصلوا بأجزاء من هذا البلد. هذا هو التقسيم الأسوأ المحتمل، وهو تقسيم يؤدي في نهاية المطاف إلى شكل من أشكال الحرب الأهلية، لأنه سيؤدي إلى متوالية من الانشطارات التي لا تتوقف. أما التقسيم المنطقي والضروري، ما أسميه بالتقسيم الضروري، هو الذهاب إلى الدولة الفيدرالية بالخصائص اليمنية التاريخية وبالموروث الإقليمي اليمني واضح المعالم. ولا بد فيما يتعلق بهذه المسألة من أن تتسع الآفاق لإمكانية تداول هذا الأمر مرة واثنين وثلاثة وأربعة، بمعنى آخر يمكن أن يكون هناك أنظمة متعددة في اليمن على أساس اليمن الواحد، آليات إدارية ومالية متنوعة بناء على الأقاليم المختلفة لهذه الدولة الاتحادية، شكل اتحادي مبتكر له علاقة باليمن، محاولة أيضا المرجعيات التاريخية، موائمة بين المرجعيات التاريخية والعصرية، وهذه واحدة من الأشياء الحكيمة التي اتخذت في عديد من بلدان العالم كما هو الحال في ماليزيا على سبيل المثال للحصر. بمعنى آخر أن الأدب السياسي والفقه السياسي والممارسة السياسية الدولية ترينا تماما إمكانية الخروج من هذه المآزق، بحيث أننا نصل إلى حالة من الدولة المركبة، الدولة المركبة التي تقبل تماما بالحضور الأفقي الواسع لكل الأنساق الاجتماعية والثقافية والتاريخية من جهة، والتي تؤكد على لحمة الوحدة الوطنية من خلال هذا الحضور المتفاعل سياقا وليس جبرا. هذا الحضور الذي يلغي المركزية الفجة، هذا الحضور الذي يسمح بالتنمية الأفقية. بمعنى آخر أمام فرقاء الساحة الآن المتشاركين في أمر الحكم والحكومة، عليهم تماما أن يفتحوا هذا الملف بروحية تقتضي تماما الإقرار الضمني والمسبق بضرورة الانتقال إلى شكل من أشكال الدولة الاتحادية التي تتناسب مع اليمن. ولكن دكتور عمر، عفوا على المقاطعة يا دكتور، فيما يتعلق بموقف الجنوب يعني الآن من سيناريو التقسيم، هل سيكون خيارا متاحا بعد هذه التطورات لإقامة دولة مستقلة؟ أنا قلت في نهاية المطاف إن لم يكن هنالك حلول عاجلة وعملية وواقعية باتجاه الدولة اللامركزية الاتحادية واضحة المعالم، فإن الأمر الواقع سيتواصل بطريقة مختلفة عن الأمر الواقع الحالي. نحن اليوم نتحدث عن أمر واقع له علاقة بالضرورة، لأن الضرورة تأتي تماما من المقدمات كما أسلفت. تلك المقدمات هي التي أفضت إلى الأمر الواقع الراهن أمامنا، ومثل هذا الأمر الواقع يمكن أن يتكرر في الجنوب وفي غير مكان في اليمن. ولهذا السبب من الحكمة بمكان أن يتم الاستباق بمبادرة استراتيجية كاملة واضحة المعالم تقتضي تغيير شكل الدولة كما جرى في مؤتمر الحوار الوطني، وعدم التباطؤ في تنفيذ القرارات، والانطلاق نحو أفق تنموي واسع. هذا أمر مهم جدا، لأن الجماهير اليمنية واليمنيين سيلمسون ثمار هذا التحول. حتى هذه اللحظة ليس هنالك من ثمار وليس هنالك من ملموسية لهذا التحول. كل ما يجري حتى هذه اللحظة هو كلام نظري، سواء فيما يتعلق بتفعيل النظام الاتحادي أو حتى فيما يتعلق بمحاربة أوكار الفساد التي أزكمت الأنوف وأنتنت الأماكن في اليمن. طيب أذهب معك الدكتور مختار غباشي، يعني ما طرحه الدكتور عمر عبد العزيز هو مهم فيما يتعلق بتغيير شكل الدولة ربما لحل جذري لهذه المشكلة، لكن كيف يبدو سيناريو التقسيم كقوة تهدد استقرار اليمن ودول الجوار؟ شوف، نقطة مهمة جدا. يعني عندنا في العالم العربي مشكلة في فهم حتى الفيدرالية، يعني لو أنت نظرت إلى شكل الفيدرالية حتى عندما طرحت داخل العراق ورعتها الولايات المتحدة الأمريكية، هتلاقي في النهاية انتهت إلى إيه؟ انتهت إلى كردستان العراق وانضمام كركوك إليها وحضور وزير خارجية بريطانيا في مؤتمر صحفي شهير مع بارزان رئيس كردستان العراق، وخلاص أصبحت الآن أمام دويلة بجانب الدولة تصدر بترول وتتحكم في مواردها ولها برلمانها ولها حكومتها. لو أنت نظرت إلى كثير جدا من الأطروحات الموجودة في العالم العربي، تبرق في ليبيا حتى الواقع الجنوبي داخل لبنان، أخشى ما أخشاه إن إحنا ما عندناش ثقافة الفيدرالية في العالم العربي. ثقافة الفيدرالية في العالم العربي أو ثقافة الفيدرالية بشكل عام قد تكون حلا من الحلول المطروحة داخل اليمن، لكن شرط إنك أنت الأول تشيل المظالم
وتعمل نوع من العدالة التوزيع ما بين هذه الأقاليم إن صح التعبير. يعني لو أنت نظرت إلى الأقاليم الستة داخل اليمن هتلاقي إقليم حضرموت، إقليم سبأ، إقليم عدن، إقليم الجند، أزال، تهامة. الست أقاليم فيهم إقليمين فيهم البترول وفيهم الثروة وفيهم كل الامتيازات زي إقليم حضرموت وسبأ. فأنت كثير جدا من الأقاليم الأخرى هتلاقي نفسها أمام إشكالية. يعني جزء من هذا الحراك الحوثي الكبير وأنا أشرت إليه هي مسألة أنه الإقليمين اللي لهم أرض إلى حد كبير جدا بينتموا إليها، خصوصا عمران وصعد على وجه الخصوص، أو إقليمي تهامة وأزال على وجه الخصوص، محرومين مثلا من ميناء على البحر الأحمر، أو هم ينادوا بوجود هذا الميناء بدرجة أو بأخرى. كيف نصل إلى مرحلة رؤية نعطي لكل إقليم حقه في هذا التوزيع الديموغرافي أو في الثروة داخل الدولة؟ دي إشكالية كبيرة جدا هتعالجها سياسيا، محتاجة معالجة سياسية، محتاجة نوع من الفقه والفهم السياسي لمقتضيات الدولة ومتطلبات الدولة داخل الساحة اليمنية على وجه الخصوص. وأنا أتصور أن جزء مهم جدا من مخرجات هذا الحوار الوطني أن نصل إلى مرحلة تعديل مقبول في مسألة الأقاليم الإدارية الست. من الممكن إذا وصلت إلى تعديل مقبول يسمح للحراك الجنوبي بأن يكون جزءا حقيقيا من الدولة اليمنية في شكلها العام، ويسمح للحوثيين هذه القوة الصاعدة الآن إلى السطح بأن تكون لها تمثيل مقبول طبقا للقوة الممنوحة إليها، تستطيع أن تصل إلى فيدرالية أو كونفدرالية أو شكل من أشكال الاتحاد داخل اليمن. طيب، أعود إليك أستاذ عوض في المحور الخاص بدول مجلس التعاون. بعد ترحيب طبعا دول مجلس التعاون بالاتفاق الذي تم في اليمن لإنهاء الأزمة السياسية، ما هي الخطوة القادمة التي ينبغي تقوم بها هذه الدول للحفاظ على وحدة اليمن واستقراره؟ يعني لابد أن تشارك في 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 استقرار اليمن حتى تحفظ أمنها واستقرارها. كما أشرت يعني أنه لابد يعني، لكن في النهاية كما أشرت في البداية أنه الدول مجلس التعاون لا شك في ذلك ستقوم بمبادرات وستقوم بإيجاد حلول معينة خاصة في المجال الاقتصادي، لكن يبقى في النهاية الدور الأكبر فيما يتعلق بالعملية السياسية وفيما يتعلق باستراتيجية سياسية جديدة وفيما يتعلق بإيجاد شكل من أشكال الدول الحديثة أو الفيدرالية أو الكونفدرالية ما نسميها ماشينا من هذه التسميات، لابد أن تكون نابعة من الفكر اليمني نفسه أو من خلال الطروحات اليمنية أصحاب الشأن. نعم. لا يمكن حتى يعني دول مجلس التعاون، صحيح أن طبعا هذا شيء مفروغ منه أنه دول مجلس التعاون منذ البداية تنادي بإيجاد حوار وإيجاد استقرار في اليمن، وبالتالي أعتقد أنه ما حصل في اليومين الأخيرين يدق ناقوس الخطر حقيقة، أنه اليمن إذا لم يكن هناك توافق سياسي معين، نحن نعرف أن التركيبة السياسية معقدة، ونعرف أن هناك صراعات متداخلة، نعرف هناك يعني قضايا تاريخية قديمة، نعرف الجنوب لديهم مشكلة، لديه الحوثي لديهم مشكلة، أيضا القبائل، يعني الأمور يعني صعبة فيما يتعلق بالمحصلة النهائية في التحليل السياسي. لكن أمام هذا المشهد الدراماتيكي الذي رأيناه في اليومين الأخيرين وتقريبا انهيار الدولة، لابد من أن اليمنيين يدركوا تماما بأنه في النهاية العالم لن يستطيع أن يعمل لهم الكثير إذا لم هم يستطيعوا أن يعالجوا الأمر بشكل يعني صحيح وبشكل عقلاني للوصول أولا إلى التوافق السياسي، وبعد ذلك دول مجلس التعاون أو غير دول مجلس التعاون تستطيع أن تلعب دورها الاقتصادي والإنمائي في اليمن من خلال شكل الدولة الحديثة ومن خلال نفس جديد للدولة اليمنية قائم على يعني العدالة الاجتماعية، قائم على الإنصاف لكل اليمنيين، وقائم على نوع من الانسجام الاجتماعي، محاولة قدر الإمكان أنه يكون هناك فكر اجتماعي معين بعيد عن القبلية المتجذرة والسلاح. هذه قضايا كلها مطروحة أمام الرأي العام اليمني، وأعتقد أنه الشعب اليمني من حقه حقيقة أن يعني يسأل عن الحكومات المتعاقبة في اليمن ماذا تعمل الآن، خاصة بعد أن وصلت اليمن إلى شفه هذه الحرب الأهلية، إذا لم يكن هناك حقيقة يعني حكمة حقيقة من الرئاسة اليمنية. وأنا دائما يعني أرى بأن الرئيس كان بالفعل يعني أمام مشهد حقيقة دراماتيكي يعني. طيب، بسؤال أخير إليك دكتور عمر عبد العزيز، دعنا نسمي الأشياء بمسمياتها الحقيقية. إلى أي مدى يهدد الوضع الجديد الناشئ
عن معطيات الحوثيين على الأرض السعودية، تحديدا إلى أي مدى يمكن أن تدخل الرياض عسكريا فيما لو تدهورت الأوضاع واندلعت الحرب في العاصمة اليمينية لا سمح الله، وهناك مؤشرات منها أن المملكة ربما أخلت كل مقراتها الدبلوماسية في صنعاء وأجلت جميع رعاياها، وهو إجراء نادر الحدوث خلال نصف القرن الماضي. أولا الحقيقة الموضوعية والتاريخية تعني تماما أن اليمن جزء من شبه الجزيرة العربية، وأن المكان والزمان لا ينتقلان لا في اليمن ولا في المملكة العربية السعودية ولا في أي جزء من الجزيرة العربية. وهذه الحقيقة الموضوعية التاريخية المتداخلة والمتواشجة لابد أن تستوعب من كل الأطراف على قاعدة أن ما يحصل هنا يؤثر هناك. بطبيعة الحال نحن نتكلم هنا عن وشائج اجتماعية وتاريخية وقبائلية وسميها ما شئت وعقدية، وفي نفس الوقت نتكلم أيضا عن أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون هنالك رثاثة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في بلد ما، وأن يكون هناك درجة عالية من التخمة غير السوية في بلد آخر في ظل إمكانية انسياب العوامل الاقتصادية بطريقة طبيعية. نعم. وأنا بهذه المناسبة أشهد بأنه كان هنالك انسياب في الخدمات المختلفة وفي التجارة البينية اليمنية والسعودية على وجه التحديد خلال سنوات ماضية، وكان هذا الانسياب لصالح الاقتصادين من جهة ولصالح الشعبين من جهة أخرى. غير أننا الآن بحاجة إلى مزيد من التفعيل في رؤية عصرية تفهم الاستثمار باختصار على دكتور. أساس أفقي. نعم. وتفهم الميزات النسبية للاستثمار في الزمان والمكان. نعم بالضبط، يعني الاستثمار في المكان الأقرب، الاستثمار في المكان الذي يمثل حاضن حقيقي فيما يتعلق بالبعد المرتبط بالعمالة وبالمهارات وبالأرض، يعني تماما ميزة نسبية لمن يستثمر، ميزة نسبية للاقتصاديات الوطنية في هذا البلد أو ذاك. ولهذا السبب من الضرورة بمكان أن لا يكون الجار ينظر إلى جاره بوصفه الجار الفقير. علينا أن نفهم أننا جميعا إما أن نكون فقراء معا أو أغنياء معا، واليمن بهذا المعنى تمثل حاضن مهم لدول الخليج العربي من جهة، كما أنها تمثل رافد من الروافد التنموية الكبرى لدول الخليج العربي وخاصة المملكة العربية السعودية. طيب مشاهدي الكرام، في ختام هذه الحلقة أشير إلى تعليق صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية على ما يجري في اليمن بالقول بأن السيطرة على العاصمة اليمنية تعطي الحوثيين اليد العليا في فرض شروط أي اتفاق، فالاتفاقية تعكس الحقائق الجديدة على الأرض، حيث بات الحوثيون أقوى بكثير من ذي قبل، لكن هذه الحركة غير قوية بما يكفي للاستيلاء على السلطة دون مشاركة الأحزاب الأخرى. في الختام نشكر ضيوفنا في هذه الحلقة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عوض باقوير، وعبر الأقمار الاصطناعية كان معنا من دبي الخبير الشؤون العربية واليمنية الدكتور عمر عبد العزيز، ومن القاهرة الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. كما نشكركم مشاهدين على حسن متابعتكم، نلتقيكم الأسبوع المقبل مع شأن آخر من شؤون الساعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.